خل اخذ بعض الاتصالات الهاتفيه، ابدا مع فناننا الحبيب ومحللنا وزميلنا ايضا كابتن شاب حاجيين، نطمن عليه. ابو عبد العزيز صبحك الله بالخير، وخطاك السو. خطاك الله. هلا ابو سعود حبيبي، هلا والله، الحين صبح عليك بالخير. صبح عليك بالخير. ما حاشتك كورونا؟ رحت دعمت يعني؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر. هذا أيوه. بعد من رب العالمين، قضاء وقدر، يعني شو اسوي؟ اكيد تليفون ولاهي ولا لا؟ والله حشا لا بالتليفون ولا شيء. داش انا لفه، ايه الاخ اللي قدامي من جنسيه عربيه فجاه وقف، ما ادري ليش وقف، ماني عارف ليش وقف. وحاولت اوخر يمين يسار يمين يسار، ما قدرت. انا ادش فيه، اقول بسم الله ودشيت فيه. بس شو اسوي؟ مسرع اكيد ابو عزيز. لا والله لفه لفه، مو مسرع، مو تقول خط سريع ولا شيء، لفه. زين طمنا، احنا شفنا الرقبه وكذي. رقبتي والله، اي والله، اي والله رقبتي ابو سعود كلش والله منتهيه يعني. رجعت البيت ولا في المستشفى للحين؟ لا والله الحمد لله رديت البيت، ما له داعي مستشفى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الامور طيبه والله. الحمد لله. ما كان في احد معاك ابو عزيز يعني في السياره؟ لا 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 والله بروحي والله. الحمد لله. بس يعني خلال خمس دقائق يوني طارق، الفنان طارق علي، خالد عجير، مخرج نعمان حسين، يوني والله فجاه. يو ينقذونك ولا يعني يضحكون ويعني؟ لا لا، وقت الحادث، وقت اللي سويت حادث، مع سويت الحادث بتصل فيني ابو محمد. ايه قال لي الو الو ايش فيك؟ قلت له ابو محمد الحق علي، سويت حادث. اوه كان يجيك وين ما مي وين ما وين؟ قلت له قدام المسرح لفت حولي وكذي يوني. المهم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ما تشوف شر يا ابو عزوز، ما تشوف شر، ما تشوف شر. عمر عمر يعني يو انقذوك ابو محمد وعجيرب؟ ما يعني ما قلبوها ضحك وناسه وكذي يعني؟ ما تشمتوا فيك؟ ما تطنزوا عليك؟ زين شوي زين. مسرح يطنزوا. الله يكسو يا ابو عزوز. عمري حبيبي كابتن عبيد، حبيبي كابتن، الله يحفظكم ان شاء الله. ما تشوف شر يا ابو عبد العزيز، وخطاك كسو وسلامات. الله يسلمكم، مشكورين على السؤال. مش واجب، واجب يا ابو عبد العزيز، والحمد لله على سلامتك وخطاك كسو.